خذ الجديد ناقلة كونتينرات برمائية بطول 31 متر وبعرض 8 أمتار قادرة على نقل الكونتينرات إلى الشواطئ دون الحاجة إلى ميناء وبسرعة تصل إلى 37 كيلومتر في الساعة حيث يتم قيادتها بواسطة شخص واحد فقط وتعتبر هذه الميزات التي بها مناسبة لعمليات الإغاثة وكذلك للاستخدامات العسكرية. كان هذا جديد لكم اليوم وأهل البحر يعيشون.